عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده يوم جديد عند ست الحبايب وفيه مفاجآت كتيرة هتعجبكم في الفيديو ده. بس قبل ما نروح نشوفه حطوا لايك وشير، ولو اول مرة تشوفوا القناة اضغطوا اشتراك عشان يوصلكم كل جديد. النهارده يوم مختلف، هنعمل فيه اكلات مختلفة عن كل مرة، وان شاء الله الفيديو بتاعنا هيعجبكم، وان شاء الله هيكون يوم ظريف يوم جميل مع بعض. يلا بينا مع بعض ندخل ونشوف احنا طبيعي كده كده في المطبخ بتاع ست الحبايب. يلا بينا مع بعض نشوف هنقضي يومنا ازاي مع بعض. يلا حبايبي. وكده يا بنات الفراخ بتاعتنا غليناها زي ما قلت لكم، نقعناها في خل وليمون وغسلناها كويس جدا، ورجعنا غليناها بشويه ميه سخنين وغسلناها كويس، ونزلنا بالورق اللورا والمستكة والحبهان، ونزلنا بالفراخ بتاعتنا زي ما انتم شايفين هنشوحها تشويحه حلوه كده في الزيت بتاعتنا. ومعانا هنا حبايبي بصلايه كبيره ومعلقه فلفل اسمر، وهنفركهم كويس جدا كده زي ما انتم شايفين. ممكن تلوحوا الفراخ فيها، تنزلوا بالبصل على الفراخ وبعد كده تنزلوا عليها بالمستكة والحبهان في الزيت عادي، ما فيش مشكلة. زي ما انتوا شايفين نزلنا بالبصل على الفراخ والمستكة والحبهان، هنسيبهم شوية خمسة كده في البصل مع بعض يتجانسوا، وبعد كده ننزل بالمية على الفراخ بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين يا بنات نزلنا بالمية بتاعتنا، هنسيب الفراخ بتاعتنا تتسلق كويس جدا. زي ما قلت لكم احنا هنعمل صينية فراخ في الفرن، صينية فراخ سهلة وبسيطة جدا هتعجبكم ان شاء الله، وهجربوها بالطريقة بتاعتنا دي وهتعجبكم. معنا هنا حوالي بصلتين كبار قطعناهم قطع زي ما انتوا شايفين كده، حابين تقطعوها طرنشات عادي ما فيش اي مشكلة، حابين تقطعوها كده زي ما انا بقطعها كده عادي خالص. ومعانا شبت وبقدونس، ومعانا حوالي معلقة ملح كبيرة، ومعلقة بهارات محوجة، السبع بهارات يا بنات زي ما انتوا شايفين. طريقة سهلة وبسيطة جدا، طريقة مختلفة عايزاكم تجربوها بالطريقة دي، صدقوني هتبقى طعمها جميل جدا جدا جدا. وهنبتدي بقى نفرك البصلة مع الشبت والبقدونس والملح والبهارات المحوجة بتاعتنا عشان نعمل صينية الفراخ بالبطاطس في الفرن، هتبقى طعمها خطير وجميلة جدا. ما تنسوش بقى تحط لنا اللايك، لايك يا حبايب قلب مسمر، عشان اللايك اللي بيرفع لنا الفيديو. هنبتدي بقى يا حبايب قلبي ننزل بالبطاطس بتاعتنا على الخلطة الجميلة دي على ما الفراخ بتاعتنا تتسلق نص سليق كده، وبعد كده ننزل بالفراخ برضو على البطاطس دي، هتبقى طعمها جميل جدا يا بنات. جربوها بالطريقة بتاعتنا دي وان شاء الله هتعجبكم، طريقة سهلة وبسيطة جدا وطريقة مختلفة عن كل مرة، وان شاء الله هتعجبكم. بشكر حبايب قلبي اللي شافوا الفيديو اللي فات وشافوا شقة اخويا وبيقولوا لي الف مبروك، ربنا يتمم عليه بخير يا رب، عقبال حبايبكم يا رب وعقبال كل الشباب يا حبايبي، ربنا يتمم عليه بخير ويعقبالكم جميعا يا رب، اللي لسه ما فرحش يفرح ان شاء الله على خير. معنا هنا حبايب قلبي الفراخ بتاعتنا سلقناها نص سليق كده زي ما انتوا شايفين، وهنحطها بقى على البطاطس بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. هنبتدي نرصها كده، اهم حاجه زي ما قلت لكم غسيل الفراخ كويس جدا، لان الفراخ بتاكل علف والعلف بيبقى يعتبر زفر، فاهم حاجه في الاول ننقع الفراخ في خل وليمون وملح ليمون برضو لو عندك، واغسليها كويس جدا جدا تحت الحنفيه، وبعد كده اشتغلي بقى عادي بكل ثقه، اطمنتي من نظافه الفراخ خلاص تقدري تشتغلي تعملي بقى فيها اللي انت عايزاه. زي ما انتوا شايفين حبايب قلبي هنبتدي ننزل بالفراخ على على صينية البطاطس بتاعتنا عشان نعمل احلى واطعم والذ صينية بطاطس في الفرن. طبعا حبايب قلبي اللي سألوني قبل كده الفراخ دي زي ما قلت لكم يا حبايب قلبي احنا بنربيها في بيتنا، ما بنشتريهاش يعني ولا حاجه، يعني تربيتنا في البيت ومن غير فيتامينات ولا حاجه، احنا مربينها وعارفين هي جايه ازاي، لان احنا اللي مربينها على ايدينا وضامنينها الحمد لله ان هي كويسه. زي ما انتم شايفين يا بنات نزلنا بعصير الطماطم، وعصير الطماطم بنبقى فارمين فيه يا بنات قرن فلفل رومي احمر وفصين ثوم، حوالي فصين توم او راس توم صغيرة. وزي ما انت شايفين يا حبايب قلبي دخلنا صينية الفراخ الفرن بتاعتنا، ومعانا ست الحبايب هي ظهرت معانا بقى المرة دي، وهي قاعدة كده مخدتش بالها ورحت مصورها منورة يا امي. زي ما انت شايفين يا منال حبايب قلبي اللي سألونا عليها اهي بقول لها عاملة ايه، بتقولي الحمد لله دايما حمدها يا امي، ربنا يديك الصحة يا رب ويديمك نعمة في حياتنا يا رب، اللهم امين يا رب. وصينية البطاطس بتاعتنا يا بنات جهزت ما شاء الله اهي،
وده كام. اه والملوخيه بتاعتنا الملوخيه بقى ما جاتش في الفيديو بقى معانا المره دي، زي ما انتوا شايفين جهزنا احلى واطعم والذ غدا النهارده. عملنا زي ما انتوا شايفين، عملنا شوربه فراخ برضو، وعملناها صينيه بالبطاطس، وعملنا ملوخيه، وعملنا رز بالشعريه، وعملنا احلى واطعم غدا. يا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم النهارده. ما تنسوناش بقى في اللايك والشير، ولا اول مره تشوفوا القناه اضغطوا اشتراك عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله من قناتي وصفات واكلات ام سمر. وحبايب قلبي الف شكر ليكم، والف الف شكر لكل اللي بيكتب لي كومنتات جميله كده زيكم وبشجعوني. والسلام عليكم ورحمه